لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش الكثيرون، ولكن محمدا هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستويين الديني والدنيوي، وقد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرنا من وفاته، فإن أثر محمدا ما يزال قويا. يعد ترعرع الحضارة الإسلامية من أكثر الموضوعات استحقاقا للتأمل والدراسة في التاريخ، ذلك أن السرعة المذهلة التي تم بها تشكل هذه الحضارة أمرا يستحق التأمل العميق، وهي ظاهرة عجيبة جدا في تاريخ نشوء الحضارة، ويمكن تسميتها بالحضارة المعجزة، لأنها تأسست وتشكلت وأخذت شكلها النهائي بشكل سريع جدا ووقت قصير جدا، بحيث يمكن القول أنها اكتملت وبلغت ذروتها حتى قبل أن تبدأ. إن أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الديني الذي يسمى بالشريعة، وهي تختلف اختلافا واضحا عن جميع أشكال القانون، إنها قانون فريد. فالشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها. حقق المسلمون عباقرة الشرق أعظم المآثر في القرون الوسطى، وكانت اللغة العربية أعظم اللغات خلال هذه العصور، فلقد كتبت بها المؤلفات القيمة شديدة الأصالة، وكان على أي باحث يريد أن يلم بثقافة العصر أن يتعلم اللغة العربية، ولقد فعل ذلك الكثير من غير العرب. لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب، فهما مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم، فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة الصليبيين. إن أوروبا لا تدين بالكثير لأسبانيا العربية، فقد كانت قرطبة سراجا وهاجا للعلم والمدنية في فترة كانت أوروبا لا تزال ترزخ تحت وطأة القذارة والبدائية، وقد هيأ الحكم الإسلامي في أسبانيا مكانة جعلها الدولة الوحيدة التي أفلتت من عصور الظلام. لو لم يظهر العرب على مسرح الأحداث لتأخرت النهضة الأوروبية عدة قرون. لم يدرك كثير من الغربيين قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية، ولا فقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية. إن أشأم يوم في التاريخ هو يوم معركة بواتيه في فرنسا، حين تقهقرت العلوم والفنون والحضارة الإسلامية أمام بربرية الفرنجة. الحضارة الإسلامية من أقوى حضارات الأرض، وهي قادرة على اجتياز أي عقبات تواجهها، لأنها حضارة إنسانية الطابع، عالمية الأداء، رفيعة القدر علميا وفكريا وثقافيا،
وبعدما تعمقت في الأدب العربي القديم والحديث ازداد اقتناعي بأن الشرق يمتلك سحر الحضارة والأدب والثقافة، وإنه صاحب الكلمة المفكرة والعقلية المنظمة. فالحضارة الإسلامية تحمل عوامل البقاء لأنها عصية على الهدم. لتوافر أركان التجدد والحيوية في نبضها المتدفق، وهي من أقوى حضارات الأرض قاطبة لأنها تستوعب كل ما هو مفيد من الآخر وتصهره في نفسها ليصبح من أبنائها، بخلاف الحضارة الغربية المعاصرة